لكن مثل العاده باول روبورتاج رح منشوف هيك ونعمل جرده حسابات على توقعات السنه الماضيه شو صار منها. الملف الوزير سماحة بينفتح على معطيات جديدة وبارزة وبيحمل أكثر من تصريح خروج مشروط يمكن عودة أو تحقيق. ميشيل سماحة ينال الحرية من المحكمة العسكرية في أواخر كانون الأول المقبل، ولكن مقيدا بتجريده من الحقوق المدنية والسياسية. محاكمة ميشيل سماحة ستعاد من الصفر بدءا من 16 تموز. اعتداء فاضح على أحد المطارن بيصير موجة عالمة من الاستنكار. انت وضعك يا محمد جعفر انت وضعك صعب جدا، لانه انت نفسك لح بتروح على هلاك. انا كنت بتمنى انت وياك، انت واصحية جعفر وكلكم توبوا ترجعوا لربكم وتروحوا تناموا لكم يومين بالحبس. من اليوم ورايح مش مسموح ولا بنسمح ولا بنقبل. اذا بدهم نعمل دولتنا الخاصة نحن حاضرين، لا بيمروا علينا ولا رح نمروا عليهم. تيمور بين التردد والقبول وعلامة استفهام حول العباية. بعدما ألبس وليد جنبلاط عباءة والده الشهيد كمال جنبلاط على غفلة، هل يلبس تيمور عباءة والده عن سابق تصور وتحضير؟ نعم، الخبر صحيح. وصاحب الطبع الهادئ والمنفتح الذي كان في البداية رافضا لخوض التجربة السياسية العائلية سرعان ما أظهر الجهوزية التامة ليكمل مسيرة آل جنبلاط. محاولة لكسر قلم مريم البسام في تلفزيون الجديد. نحن شراكة حبر وألم، وهالألم أعاتبه حينا ويعاتبني أحيانا، أعاتبه عندما لا يجاريني في الدفاع ويعاتبني عندما لا أجاريه في حدته. بهالحادثة يمكن ريما تخطت القصة العتب، وصلت للزعل بيني، بعتبر بيني وبين ألمي. زعلت، قدمت استقالتي، الإدارة رفضت، ردت سريعا بالرفض، بس نصحتني أنه ارتاح بالبيت. هالشي سبب لي زعل إضافي، اترافق مع حملة عنيفة علي من جمهور المقاومة. أحمد الأسير، ظهور مثير لأحمد الأسير. نشرت صور جديدة لأحمد الأسير بعد توقيفه في مطار بيروت، وقد تغيرت بفعل حلق لحيته وقص شعره ونمو شاربه بأسلوب السبعينيات من القرن الماضي. النائب سليمان فرنجي في صلب كل المعادلات. يتحدثون عن اسمه في عواصم العالم المؤثرة في القرار اللبناني، ويتحدثون عنه في مجالس الأحزاب والتيارات اللبنانية على اختلافها. اللي صار بعرسال ما انتهى فصوله، وفضيحة كبيرة برسم الخروج للعلن. الجديد تكشف فضيحة أسر العسكريين. كنا بنطرين أوامر، ما في أوامر لا حدا يطلق النار. بصورة مفاجئة ولسبب طارئ تضطر إدارة كازينو لبنان لإقفال بعض أبوابه. ثلاثة أيام وكازينو لبنان مقفل بفعل الاحتجاج على قرار صرف 191 موظفا يفترشون الأرض لحين إيجاد حل. ارتدادات سلبية بتجتمع بمكان ما لتمنع النائب بهية الحريري من محاولة تعويم. حراك جبران باسيل بيجعله بحاجة إلى خرزة زرقاء. اليوم بات جبران باسيل رسميا رئيسا للتيار الوطني الحر. في حفل ضخم في البلاتيا تم تسليم الوزير باسيل أمانة التيار الوطني الحر بحضور رسمي متنوع. رغم كل التشديدات ساحة النجمة بمهب الخطر. يوم السبت حاولت مجموعات من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح تخطي العوائق باتجاه مبنى البرلمان في ساحة النجم، ولكنه بحسب التحقيقات الأولية بادرت شرطة المجلس النيابي إلى إطلاق النار بالرصاص الحي أكثر من مرة لإبعاد المتظاهرين. من قلب الخطر والنار بيرفض اللواء عباس إبراهيم الاستسلام، ورح نشوفه مكرم ومرة بمحفل مسيحي ضخم. الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى الفاتيكان كانت زيارة مثمرة، فأكدت معلومات خاصة للأوتيفي أن الحبر الأعظم أقام قداسا خاصا في جناحه في الفاتيكان للواء إبراهيم والوفد المرافق على نية السلام في لبنان. السفير السوري علي عبد الكريم علي عرضة لحملات أمنية وشخصية. صحبنا هذا من بيت علي السفير هو ولي المعلم، بده يرتاح ليلة هوني.
كيف ما بيكون هو ينظم هذا العشاء وهو بيتقنها هي قصة الإغدي والإعشي وكذا أصلا بيشتغلش غيره بلبنان ما عنده شيء يعمله غيره يعني ما شفنا كل الصفرة اسم الله كل الأحصنة بتعيرك وجمل وبارك يعني الإبداع اللبناني رح يظهر هون وبرا وكتار من المبدعين اللبنانيين رح يتكرموا بعواصم العالم سانكاري where's he at? So today he's improving the way we respond to cardiac incidents, which will have enormous ramifications, not just in places like Lebanon, but potentially all around the world. So thank you, Ziad, for helping to save lives. البروفيسور حبيب داغر بطل من لبنان كرم بالبيت الأبيض بواشنطن. بيتحول الصرح البطريركي ببكركي إلى ما يشبه البرلمان ولو لفترة محدودة. 29 نائبا مسيحيا ممن يشاركون ولا يزالون في جلسات انتخاب الرئيس حضروا إلى بكركي. أما الوزير بطرس حرب فطرح سلسلة خطوات منها دعوة مجلس النواب إلى تفسير الدستور بموضوع النصاب والاحتفال بقداس إلهي على طريق قصر بعبدة. العماد جان أهوجي العين بالعين ولا مفر من التحدي ومما يحاك ضده من سيناريوهات. نقلت جريدة السفير عن زوار قائد الجيش عماد جان قهوجي قوله إن البعض مشكلته ليست معي واختار العنوان الخطأ لمعركته. وبصراحة أكبر أقول للعماد عون لست أنا من يعرقل أو يمنع وصوله إلى الرئاسة. إياك يا جان قهوجي إن تنزل الجيش. بين مصرف لبنان وشارع المصارف ما يستدعي الحذر ويسترعي الانتباه. في شارع المصارف حيث قال متظاهرون إنهم تعرضوا للاعتداء من قوى الأمن الداخلي أشارت قوى الأمن إلى أن القوى الأمنية تعرضت هناك للرش بالبنزين. نعم مرة جديدة رح منشوف داعش بلبنان ولكن أولا داعش لبنان منه مثل داعش سوريا والعراق لا بالشكل ولا باللبس ولا بالإداء. آخرون رح يمروا بالكسليك. إدارة جامعة روح القدس سارعت إلى إلغاء احتفال اليوم الرعوي الجامعي الأحد تجنباً لأي خطر محتمل. تمثال يسوع الملك محور أساسي لحديث يجذب الأنظار بالمنطقة. إذا أرادوا أن يزيلوا الرموز الدينية فليبدأوا من بيروت فليبدأوا بتمثال يسوع الملك. ملف عماد مغنية منطوى وصفحاته مفتوحة على عملية انتقامية فريدة بزمانه ومكانه وأهدافه. اغتيال جهاد مغنية ابن القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية في غارة على القنيطرة في سوريا أعاد الذاكرة إلى اغتيال والده أيضا في سوريا. معالم لبنانية رح منشوفها عم بتغطي ألوان إحدى الطائرات في مطار رفيق الحريري. ترفعي أرز لبنان بكل البلدان رجعتي يستقبلك صنين. نحن ليش جايين هون اليوم؟ بدنا نشوف طيارة يلي عم ندهنها بمناسبة العيد 70 بألوان القديمة بألوان الخمسينات. اللواء عباس إبراهيم بعد التخلي والتنحي وما كل ما يقال بيعود ليمسك كل الملفات والمهمات غير مبالي بالخطر. كانت شروط التفاوض شاقة وطويلة ولم نكن نريد لها أن تطول إلى هذا الحد. بشوف عناصر مصابين بفاجعة ونار عابرة باتجاه مأكر لليونيفيل. انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط القذيفة الإسرائيلية على مقر الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب. ملف الإمام المغيب موسى الصدر ورفاقه إلى العلن نتيجة ظهور وثيقة ودليل حسي ملموس. أما حاليا فالخيط الذهبي يتجلى في توقيف هنيبال القذافي نجل معمر القذافي هو كنز يعتبر الأثمن في رحلة البحث. الرئيس أمين جميل ومن يمثل عينه على حزب الله وعين الحزب عليه ظاهر الأمور بيناتهم شيء أما باطنه فشيء آخر. الزيارة الأولى للرئيس أمين جميل للجنوب منذ عام 68 والحفاوة الشعبية والسياسية التي استقبل بها لم تأتي من دون أسباب موجبة
فالتواصل بين النائبين إلي ماروني وعلي فياض بعيدا من الأضواء الإعلامية سمح بتحقيق ذلك. عم بلمح اسم الفنانة سميرة توفيق بس بظهور مختلف. ببسمة لا تنطفئ استقبلتنا سمراء البادية ذات الشامة الفريدة بعد انقطاع شبه كلي عن الإعلام لأكثر من عقد. حتى تشتاقوني مشان هيك غبت كتير والله، يعني الغياب كان غصبا عني يعني، بس الحمد لله انه رجعت هلا. اساليب ارهابيه جديده تستخدم في الضاحيه ومحيطها. العبوات في الدراجات الناريه وفي الاحزمه الناسفه تفتح مرحله جديده واسلوبا جديدا في الارهاب. تكوين ملف مصطنع للاسهام بحلحله عقده سجد دليمي. نحن واثقون من براءه سجد دليمي كما نثق بقضائنا وبالمحكمة العسكرية ورئيسة بالذات. قالت لي أنا أفدي بدمي وروحي العسكريين المقطوفين وشوفيني ساعد أنا بساعد. قرار انتقال إلى بيروت لعيش هناك؟ لا أنا راح أطلع تركيا. أما العماد ميشيل عون فإن رئاسة الجمهورية لن تمر مرور الكرام بالقرب من الجنرال ميشيل عون. لماذا سعد الحريري بده يختار سليمان الفرنجية؟ لماذا سيكون مثلا سليمان فرنجي هو الرئيس؟ هل يكون مختلف تماما عن العماد عام؟ انفجار شعبي ما رح يرحم الساعيين لإفراغ الكراسي والمؤسسات ولا الملوحين بالاستقالة ولا المستقلين من وزراء ونواب، والغلبة رح تكون للشارع والأسمان أغلى من السابق بكتير. أعلام لبنانية لافتات مكانس وأكياس، خراطيم مياه، قنابل مسيلة للدموع، قنابل مطاطية ورصاص حي، كلها اجتمعت السبت في وسط بيروت في مواجهة شبان وشابات، طلاب وطالبات، أساتذة، نقابات، مجتمع مدني، فنانين، إعلاميين. استنفار جهاز أمن المطار لإلقاء القبض على مطلوبين بيستخدموا المطار جسر عبور. في 8 آب أوقفت شعبة المعلومات أحمد إبراهيم المغسل في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو أحد أهم المطلوبين لجهاز الأمن السعودي، والموضوع على لائحة أخطر المطلوبين على قائمة الإرهاب الأمريكية. لم يلقى القبض على المطلوب أحمد الأسير داخل الطائرة في مطار بيروت، بل لدى وصوله إلى نقطة الأمن العام في المطار. سليمان فرنجي بيركب الخطر، بيكسر الحواجز، وبيبادر لقيادة مسعى وطني بأكثر من اتجاه وعلى أكثر من صعيد. حصل اللقاء بين زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي. عندما لم نستطع على مدى سنة ونصف أن نتوصل إلى رئيس توافقي، أتت فرصة رئيس تسوي الممثل بالأستاذ سليمان بك فرنجي. مصادر في تيار المرد أكدت أن اللقاء الذي جمع فرنجي بالرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد كان إيجابيا. المخطوفين من عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية عائدون مع أوسمي، بينهم من سيشكل رسالة للمسؤولين. استقبال يليق بالأبطال نظم لهم في سراي الكبير. تنهمك عائلة الرحباني بحدث غير فني بيظهر فيه وجه الياس الرحباني بصورة مختلفة. فيروز عدوة الناس وعاشقة المال والويسكي ومتآمرة مع الأسد، هذا ما كتبه رئيس تحرير مجلة الشراع حسن صبرة. عيب، ما في جرد على إنسان. أنا خي ما في شيء بيني وبين الزلمة، وأنا ما بغض، بس أنا بلومه يا أما خرف أو حدا ضربه بوكس على رأسه غبي ورجع حكي غلط، لأنه مش ما في إنسان عادل أو بيفهم أو بيحس بيجيب سيرة فيروز إلا بالمنيح. بداية معارك سوكلين. أرتال النفايات تعلو وتعلو بعد يوم من توقف شركة سوكلين عن جمع النفايات من الشوارع في بيروت وجبل لبنان، أينما نظرت لتراسي وأطنان من النفايات تجتاح الطرق والأرصفة. قضايا بتصيب عبد المنعم يوسف والوزير المختص في معركة أوجيرو.
في وقت يشن الحزب التقدمي الاشتراكي عبر وزرائه وشبابه أعنف هجوم له على مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف مفندا بالمستندات تجاوزات الأخير، خرج وزير الاتصالات بطرس حرب ليدافع عن يوسف. وردا على البيان علق الوزير وائل أبو فعور بالقول: لقد غلبتني دموعي فغلبتني وأنا أقرأ عبارات الإشادة، فاختلط الأمر علي. هل كان يتحدث حرب عن عبد المنعم يوسف أم عن يوسف الصديق؟ سليمان فرنجي محور لحركة شعبية في أكثر من ساحة وشارع. كان سليمان فرنجي نجم النسخة 11 للحوار من دون منازع، خرج بعدها فرنجي الذي ضجت به وسائل الإعلام في الأيام الماضية ليتحدث إلى وسائل الإعلام وهو نادرا ما يفعلها. هيدي شو أي متن ركبت فخامة الرئيس؟ والله ركبت اليوم خلاص. أعلنت بالنسبة ما أعلنت، بس نحن بنعتبر سليمان بيك هو الأساس يعني هون منطقة الشمال كلها. حزب الله، التخطيط للنيل من حزبيين. غارة جديدة استهدفت عصب حزب الله في سوريا، فالحزب الذي يلعب دورا رئيسا في الحرب السورية خسر سمير القنطار. موكب تابع للحزب رح يكون من أهم الأهداف المطلوبة من المخططين. يوم الأحد كان موكب حزب الله والحرس الثوري يتفقد مزرعة الأمل. وفق فرانس بريس فإن الموكب كان مؤلفا من 3 سيارات، عندما استهدفهم الطيران الإسرائيلي بصاروخين موجهين قتلا قياديين في الحزب ومرافقيهم من الضباط الإيرانيين. كشف مخطط تخريبي ذو ارتباط بكلمة برج، وبعد الصورة غير واضحة عندي برج وين فلو. هنا حي السكي في برج البراجنة قلب الضاحية الجنوبية، مجموعة من الفنانين بتشترك بأغنية محورة رئاسة الجمهورية. طل القائد عون الكل، اعتزوا يا سيف وقلم، كلمة القائد عوني طل، علج بينك يا علم، وحدك على وعدك بتضل بالساحة ملا، وزع تطرف الإيجابي المتعصب للبنان، تطرف أشرس من التطرف الأصولي. أنا متطرف للبنان، للدولة، للدستور، أنا متطرف للمؤسسات، للشرعية، للجيش. أنا متطرف للبنان. مشال حايك شفنا بروبورتاج توقعات انحكت وأحداث صارت. طبعا مش التوقعات كلها يلي انحطت، تم اختيار البعض منها التوقعات، ولكن منشوف دقة كتير بهالتوقعات يلي شفناها اليوم. كيف بتم اختيار المشاهد يلي رح منحطها؟ من البداية خلينا نشكر اللي اهتم بالروبورتاج وديلهم تحية من القلب للقلب. تاني شيء ما في اختيار، لأن أنا ما بصنف توقعاتي إذا هيدا قوي أو مش قوي، بالنتيجة كل توقع بقوله أنا بالنسبة لإلي هو توقع مهم. لكن اخترناهم دكمة إذا بدك. دكمة يعني حابب تزيد عليهم شيء مثلا؟ لا، اللي قدرنا فرجيناه هلأني هو نسبة مقبولة من اللي قلناه بحدود السنة ونص ويمكن أكتر شوي، وبالوقت اللي عنا إياه كان كتير مهم إنه نفرجي اللي منقدر نفرجي، لأن الوقت منه يعني وقت محدد كتير قصير نعرض كل اللي عنا إياه. يعني ممكن ننطر بعد شوي وممكن يصير بعد أكيد شوي. هلأ أصلا في كتير أكتر من اللي عرضناه هون، بس هذا اللي موجود هلأني نقدر نعرضه بهذا الوقت اللي محددين له، لأن الوقت منه كافي. على كل حال نحن كمان ما منحب كتير نطول على مشاهدينا ليلة رصين اللي ناطرين توقعاتك بفارغ الصبر. أكيد رح ناخد وقفة سريعة ميشيل، ومن بعدها منكون مع توقعات أحداث العالم أو جردة على اللي صار السنة الماضية من أحداث لتوقعات ميشيل حايك. من بعد ما شفنا بالتقرير الأول بلبنان شو اللي تنفذ أو شو اللي صار من أحداث من بعد توقعات ميشيل حايك، رح منرجع منشوف هلأ سوا تقرير ببين بالعالم شو صار من أحداث من بعد توقعات ميشيل حايك. ميشيل،
رح ننتقل للتقرير الثاني يلي بفرجينا أحداث العالم من بعد توقعاتك. أحاديث عن استقبال الرئيس الأسد في موسكو وطهران ودولة عربية. مفاجأة وسرية كانت من جملة الصفات التي أطلقت على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، حيث استقبله نظيره الروسي فلاديمير بوتين. من قلب النار والدمار وتحت وابل البراميل بيبدأ مستثمرين كبار بالتخطيط لمرحلة إعادة الأعمار، ورح منشوف أكثر من مجسم لعدد من المدن السورية بطريقة مكاتل كبيرة. أخيرا بعد 5 أعوام من الحرب أقر مجلس مدينة حمص المخطط التنظيمي النهائي لمشروع إعادة إعمار حي بابا عمرو والسلطانية وجوبر. دروس سورية ما رح يبقوا على الحياد، اعتداء على كيان درزي بحرك الشارع السوري بإيادة المشايخ. فإثر التفجيرين اللذين استهدفا السويداء وراح ضحيتهما الشيخ وحيد البلعوس انتفض الأهالي في وجه رموز في جهاز الأمن، فأزالوا تمثال حافظ الأسد وسط المدينة، كما سيطروا على كل الحواجز الأمنية داخل المحافظة. مشايخ الكرامة قاموا كذلك بالسيطرة على القطاعات الحيوية. سؤال كبير بسوريا، مين عم بيصفي مين؟ مين عم ينقلب عمين بمركز القرار؟ الأركان بمواجهة بعضهم أو الرئيس الأسد بمواجهة بعض أركانه؟ مجد سيدي عنجر في حياة استخباراتية وعسكرية بامتياز انتهى على فراش مستشفى، فيما بات واضحا أنه تصفية غير معلنة. لا يتمكن أحد من معرفة الرواية الرسمية لوفاة رستم غزالي، لكن بات من شبه المؤكد أن ما حصل معه يتخطى خلافه الأخير مع اللواء رفي إشحاده. قد تكون صدفة أن يموت الواحد تلو الآخر أو سياسة ممنهجة لتصفية رموز النظام السوري، لكن النتيجة أنه لم يبقى من هذا النظام إلا الرأس. ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز رح يكون أقوى من ما يحاك ضده وما ينسج حول صحته. الحكم بين أشقائه وإخوته وباني الرياضة الحديثة يستلم الملك في السعودية. الهلال إلى تغيرات جذرية في تركيبته الإدارية وبالطار راس الهرم. عموما الآن بشكل عاجل، خبر عاجل الآن، خبر عاجل، أعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال أعلن استقالته من رئاسة النادي. حسيت في الفترة الأخيرة أنه كأنه يراد لي أنه أستقيل، فاستقلت يعني، عرفت كيف يعني، حسيتها يعني، ما حد قال لي. قريبا بتتحرك أحجار رقعة الشطرنج السعودية على الأسماء. يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز. العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر قرارات ملكية أذاعها التلفزيون السعودي، أعفى بموجبها أخا غير الشقيق الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس الوزراء، ويعين ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف وليا للعهد، كما عين الملك السعودي ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد. عمل عسكري استباقي بيقوم فيه الجيش السعودي تحسبا لخطر بيهدد حدود المملكة وحدود دولة مجاورة. من قصر العوجة في الدرعية قرب الرياض انطلقت شرارة عاصفة الحزم، ومن هذه الغرفة بدأت العمليات، والهدف إعادة الشرعية في اليمن وإيقاف تهديد السعودية والمنطقة. تغيرات جذرية في وزارة الخارجية وتكريم رموز. وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل يعفى من منصبه الذي شغله لنحو 40 عاما، ومع إعفائه من منصبه عين عادل الجبير خلفا له. إذن فقد آن أوان الافتراق الثقيل، وآن أوان أن نقول لك أيها الفيصل وداعا. بيتبين أن رؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز كانت صائبة، وبالمفكرة تبعه عامل حساب كتير كبير لكل شيء لتبقى المملكة مملكة أي كان الملك، والضمير المرتاح بخلي الرحيل أمرا عاديا. نحن نتابع الآن جثمان الخادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. كم نقول غفر الله. نعم، هي لحظة حزينة جدا. خروقات داعشية وإرهابية لأمن المملكة رح تكون بمثابة اختبار للقوى الأمنية السعودية بأكثر من موقع حدودي وداخلي،
والملفت أن وزارة الداخلية رح تخرج للعلن كل المعلومات وتفرجي للناس شو صاير. إن الحادثة الواقعة فجر اليوم أدت إلى تفجير أحد المهاجمين نفسه، فقتل قائد حرس الحدود في منطقة الحدود الشمالية العميد عود البلوي. بعد أسبوع من انفجار مسجد القديح بالقطيف، انفجار آخر يستهدف مسجد العنود بالدمام، حيث أحبطت سلطات الأمن السعودية في حادث أمني هو الثالث من نوعه، لقي نحو 15 عسكريا سعوديا على الأقل حتفهم وأصيب آخرون بجروح. رح تدفع فرق الألتراس المصري ثمن تحركاته وانتماءاته الثورية. الألتراس إرهابيون، هذا أحدث تجليات الحالة القضائية في مصر بعد الانقلاب. الحظر والإرهاب دفعة واحدة، هكذا وضعت روابط مشجعي كرة القدم في مصر على صعيد واحد مع أعتى جماعات العنف المسلح. أحد رجال السلك تحت المجهر، وكذلك قصر العدل في مشكلة بالوضع القضائي وعمل إجرامي. إلى قلب العاصمة القاهرة عاد الإرهاب بعد هدوء طويل. عبوة ناسفة استهدفت موكب النائب العام المصري في عملية نوعية ما أدى لوفاته. ضج عنوان مصير الرئيس مرسي دقائق قليلة بعد إحالة مرسي وقيادات الإخوان إلى مفتي مصر تمهيدا لإعدامهم في قضية اقتحام السجون، حتى تكفل الإرهاب بالرد باختيال ثلاثة قضاة وسائقهم في شمال سيناء. كلام غير عادي في مصر والعالم العربي عن عمر الشريف ونور الشريف. عند سماع خبر وفاته عبارة ترددت: مات الممثل الوسيم ساحر النساء وأحد أبرز فناني الزمن الجميل عمر الشريف بطل لرانس العرب. بعد مسيرة فنية حافلة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، توفي الفنان المصري الكبير نور الشريف. رح منشوف الرئيس السيسي بأكثر من صورة بتبين عدم انسجامه مع الأسلوب المدني بلباسه. أكد السيسي الذي كان قد وعد أثناء ترشحه للرئاسة بأنه لن يظهر مجددا بالزي العسكري. والحقيقة أنا يمكن كنت النهاردة جاي بلبس اللي أنا لبسته ده لرسالة معينة أنا حبيت أكدها معاكم، إن أنا بقول لكم تقديرا لكم، احتراما لكم، تكريما لكم، كان لازم اجي باللبس ده. فرق من الجيش المصري خارج مصر لمؤازرة الدولة حليف. واعلنت مصر عن دعمها للعملية بقوات جوية وبحرية اتساقا مع الموقف الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي. اكتشاف أثار ذات ارتباط هالمرة بنفرتيتي. يبدو أن مقبرة توت عنخ آمون لم تكشف بعد عن كامل أسرارها، حيث أشارت النتائج الأولية لأعمال المسح بالرادار إلى أن هناك فراغا خلف الجدار الشمالي للمقبرة. هذه النتيجة تشير بنسبة تصل إلى 90% إلى صحة نظرية العالم البريطاني نيكولاس ريفز بأن هناك غرفة دفن أخرى داخل مقبرة توت عنخ آمون، ويرجح هو أن تكون للنفرتيتي. تبقى الكنيسة القبطية ورموزها ومعالمها بقبضة المخاطر. هو داعش يبث شريطا مصورا يظهر ذبح 21 قبطيا مصريا مختطفا في ليبيا. أنا شفتهم وهم بيتذبحوا، أنا مش مستني تأكيد من حد، وادي الدم البحر اللي كله دم. خروقات أمنية واسعة من الخاصرتين العراقية والسورية. دفعت تركيا مرتين ثمن صمتها عن ارتكابات تنظيم الدولة الإسلامية بحق الأكراد وعدم تحركها إزاء المعلومات عن استخدام داعش أراضيها للتسلل شمال سوريا. بعد الانفجار الذي حظرت السلطات التركية نشر صور لحظة وقوعه، بدت العاصمة التركية وكأنها ساحة قتال. الأجواء التركية رح تشهد حدث أمني. فبعد اختراقها الأجواء التركية، تحولت طائرة سوخوي 24 الروسية إلى كرة من اللهب بعدما تصدت لها مقاتلات تركية. سارعت روسيا إلى نفي انتهاك طائرتها الأجواء التركية. يتشظى الجسم القضاء التركي من خلال إصابة أحد أفراده. جثمان محمد سليم كيرنز المدعي
التركي الذي توفي أمس الثلاثاء متأثرا بجراحه خلال محاولة تحريره من محتجزيه في إسطنبول ينقل إلى مقر المحكمة التي تعرض بداخلها إلى الاعتداء ليلقي عليه أصدقائه وزملائه ومسؤولون في الحكومة التركية نظرة أخيرة، حيث وقف الجميع دقيقة صمت ترحما عليه. القصر الرئاسي الجديد اللي عمله أردوغان برسم الفضايح والقصص الغريبة. رغم القصر الضخم والفخامة والسلطة والنفوذ التي أوحى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأ الخوف يجتاح جدران هذا القصر، فالسلطان الجديد بدأ يخاف على نفسه بعد الانتقادات التي طالته وطالت نمط حياته وجنون العظمة الذي يميز تصرفاته بحسب منتقديه، وصل به إلى حد التفكير بإنشاء مختبر لفحص طعامه حتى يكون محاطا بالحماية بغية درء أي هجوم سمي أو كيميائي أو إشعاعي أو بيولوجي قد يستهدف شخص رئيس الدولة. أمام الحرس الثوري الإيراني تحديين، رد هجم عليه وتكليفه بمهمة عسكرية طارئة بالمنطقة. قياديون من الصف الأول بألوية النخبة في الحرس الثوري الإيراني يتساقطون في سوريا. تواصل وسائل إعلام طهران نعي رجال يعتبرون من أبرز قادتها. الدعم الإيراني لميليشياته في الدول العربية لم يعد سرا. رح يكون السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي في حال من التأهب على جميع المستويات لمحاولة صد أنواع عديدة من المواجهات والهجمات. لم يشأ الموت أن يخطف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان غضنفر ركن أبادي في انفجار مبنى السفارة الإيرانية في محلة بئر حسن في بيروت العام الماضي، فخطفه في بيت الله الحرام في خلال تأدية فريضة الحج. بتنتج إيران فيلم وهمي عن ضربة لإسرائيل وتل أبيب ولحاملة طائرات أمريكية. عشرات الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري تشارك في المناورات، ولأول مرة تشمل المناورات استهداف حاملة طائرات أمريكية افتراضية. تتجدد المواجهات بأساليب وسيناريوهات مختلفة، بعضها بتخللها هجومات على مقرات رسمية وبعضها ما بيخلى من نار ودمار. طيارات الأسعاف تأتي الواحدة تلو الأخرى وتدخل إلى مجلس النواب، كذلك لاحظنا منذ قليل يعني وجود طائرة مروحية قامت بعملية إنزال داخل مجلس النواب. هجوم إرهابي هو الأكثر شراسة في تاريخ تونس الحديثة. ها هو الإرهاب يضرب من جديد، وهذه المرة اختار تونس مسرحا له، فقد قتل عدد من عناصر الأمن الرئاسي وأصيب آخرون في تفجير استهدف الحافلة التي كانت تقلهم وسط العاصمة تونس. بيواجه الرئيس الجديد ومن الأيام الأولى لولايته مخططات لإفشاله بالحكم، بس رح يكون لقلب المرصاد. أيها الشعب التونسي العزيز، من سير الاعتداء الممنهج الذي وقع يوم الثلاثاء وجه لنا رسالة واضحة أن هذه الحركة التعيسة كانت ترمي إلى إسقاط الدولة وتبرهن أنها قادرة لضرب الدولة في أعلى مستوى. وهنا أقول لهم أن الله سيسفه أحلامهم. منظمة فجر ليبيا إلى غروب باهظ الثمن. بدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم في محور التحركات العسكرية، ولكن في محورين. الأول تحركات شعبية علنية وغير مسبوقة ضد ميليشيا فجر ليبيا، والثاني ضربات وجهتها مقاتلات الجيش الوطني لميليشيات فجر ليبيا. الأعلام الكويتية ما رح ترفرف لعدة أيام. أعلن في الكويت الحداد الرسمي لمدة 3 أيام بعد تشييع ضحايا التفجير الانتحاري. أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زار المسجد المستهدف. الداعشية العراقية رح تعتمد أسلوب القرصنة على أنواعها ورح تنجح جوا وبحرا وحتى في وسائل التواصل. هي أول عملية قرصلة إلكترونية من نوعها في أمريكا، وطالت مواقع لأحد أهم أجهزة الحكومة الفدرالية الأمريكية، حيث اخترقت مجموعة متعاطفة مع تنظيم الدولة حسابي القيادة الأمريكية الوسطى على تويتر ويوتيوب. بضوء الإعلام على طائرة ذات ارتباط بالسودان. وينزل الآن من الطائرة الرئاسية بمطار الخرطوم ويزرق الملح في أعين كل من تحدث عن إمكانية القبض عليه في جوهانسبرج. عبد رب منصور على مفترق طرق، وبين الانسحاب اللي مقرره وبين المطالبة ببقائه بيستمر المغردون
بيلاقوا فرصة للقضاء عليه. أنها ليست اشتباكات فقط وإنما تصف في طاول محيط مقر إقامة الرئيس اليمني. الأنباء الواردة من صنعاء تفيد أيضا بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي موضوع فيما يشبه الإقامة الجبرية. الرئيس السابق علي عبد الله صالح غير متقاعد كليا وما رح يكون مسالم ولا بسلام. سبق لنا عرجم صاروخ. أنقذ الخليجيون رقبته بمبادرتهم وعالج السعوديون حروقه وعاد ليهدد سلم بلاده واستقرارها. علي عبد الله صالح الشاب خالد داعية مصالحة وسفير سلام وحامل لواء الجزائر إلى محيطه والعالم وإشارات بمحاولة توقيفه بمحل معين. قراءة جديدة بمستقبل عبد الله أوجلان وعم شوف الناس رفعين صوره. أعلن عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني بداية عصر جديد كما سماه. تظاهر الآلاف من الأكراد في شرق تركيا مطالبين حكومة أنقرة بإطلاق سراح عبد الله أوجلان. ومشهدان ملفتين على الساحة الروسية، الأول اضطرابات واحتجاجات كبيرة من المعارضة، الثاني أعمال إجرامية منظمة بروسيا بتصال إلى قلب موسكو. شارك آلاف الروسيين في مسيرة ضخمة وسط موسكو للتنديد باغتيال السياسي والمعارض بوريس نيمتسوف. خلف اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوف صدمة كبيرة لدى أنصاره. حبس أنفاس كوري وكوني خلال محاولة تطويق نار جهنمية. الرئيس كيم جون أون الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للجيش أمر بدخول جبهات القتال حالة استعداد للحرب ابتداء من الساعة 5 مساء الجمعة. تنشغل بلدية باريس بلملمة الجراح الناجمة عن التخريب والحرائق وغيره. منطقة تحولت إلى ساحة حرب يخيم عليها الخوف والذعر. النجوم من الهجوم الدامي بدأوا بظهور، أثر الدماء على ثيابهم وعلامات الخوف ترتسم على وجوههم. قبضة متشددة على إحدى الجامعات الأمريكية، إسر اهتزاز أمني بداخلها وكشف ما يخطط على مقاعده. قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 20 آخرون جراء إطلاق نار في جامعة تقع في أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية. بيوصل الإرهاب لقلب أمريكا وحضوره قريبا على الشاشات. هو عمل إرهابي تم التخطيط له بدقة، هذا ما أعلنته جهات التحقيق الأمريكية بشأن هجوم كاليفورنيا المسلح الذي أوقع 14 قتيلا وعشرات الجرحى. وفي الفيديو تهديد لنيويورك حيث يظهر أحد الإرهابيين وهو يجهز نفسه للتفجير قبل التنقل في ساحة تايم سكوير وهارولد سكوير. بانتظار ميشيل بلاتر وعدد من أفراد لعبة الكرة القدم الغام كتير. رفعت الجلسة وانهارت الإمبراطورية. إيقاف رئيس الفيفا المستقيل جوزيف بلاتر لثمان سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي. تتلقى إحدى فرق المارينز ضربة عسكرية قاسية. قتل 4 جنود من المارينز في إطلاق نار على مركزين عسكريين في عملية وضعتها الشرطة الأمريكية في إطار الإرهاب الداخلي المحتمل. أن مطلق النار في المركزين العسكريين هو محمد يوسف عبد العزيز. بيتوقف الرئيس أوباما عن إلقاء أحد خطاباته فجأة. The civil rights of LGBT Americans is yeah, hold on a second. Okay, you know what? No, 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 no. Listen, you're in my house. Shame on you. You shouldn't be doing this. Can we escort this person out? حدث بيخلي علماء الفضاء ينشغلوا بغير الكواكب والمجرات، إنما بكل الأمور الغريبة والموارئيات. وإذا حياة تانية عفوا. There are billions of places where intelligent life might exist, and now the world's most famous scientist says it's time to go find it. بانتظار عالم السيارات والسرعة محطة سودة جديدة.
جيل بيانكي سائق الفورمولا 1 الفرنسي توفي عن عمر 25 سنة متأثر بإصابات برأسه تعرض له خلال حادث قوي بجائزة اليابان الكبرى بتشرين الأول الماضي. هذا الحادث القاتل منه الأول من نوعه بسيارة فورمولا 1 ولكنه الأول من 21 سنة. مشاهد بتذكر بهتلر والنازية بقوة. This time it is Einreich, Einfolks, Einticker. The Royal Highnesses. عنوان مثير للجدل لفيديو نشرته مجلة الصان البريطانية تظهر فيه الملكة إليزابيث في عمر السادسة وهي تلقي التحية النازية. ميشيل شفنا هالتقرير يلي بفرج أحداث من العالم صارت حسب توقعاتك، شفنا أسامي دقيقة، شفنا أسامي بلدان كتير سنة، ليه في هالقد بلدان؟ أول شيء بالنسبة للعالم هذا نموذج صغير اللي قدرنا برامنا فيه. شوف أعطيك مثل لبنان قداش صغير بمساحته قداش ممكن يكون في أحداث، فكيف إذا ما نبرم نسبح بهالعالم بملايين الأحداث والأه. أما بالنسبة للأسماء بكل صدق بقول لك، أيام بشوف صورة واضحة، أيام بشوف اسم، أيام بشوف شيء مرتبط بهذه الشخصية، أيام بشوف الصورة فلو. كرمال هيك ما بستعجل أيام وبقول أسماء. بتقلنا شفت الصورة فلو، إذا بقولها فلو، إذا واضحة بقولها واضحة. وما ننسى أنه نحن أو أنا عم بقرأ شيء بكتاب منه من هون، مني فاتح كتاب قدامي وعم بقري، فممكن الاشياء اللي بقولها كمان انه ما تصير. اكيد هيدي نموذج مثل ما تفضلت وقلت، ونحن ما بدنا نطول على المشاهدين السنه ميشيل، كلهم ناطرين توقعات سنه 2016، بنتامل انه تكون خير على الجميع. تفضل نحن عم نسمعك.